اهلا بكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا اليوم من برنامج صباحات سودانيه. اكيد لسه مستمرين معاكم بنفس الحماس وبنفس المحبه والاحترام والتقدير لكل الناس اللي دائما بتحرص انها تتابع شاشه سودانيه 24. واحد من الحارات الجميله، الفنون الجميله جدا هي في متواجده ممكن تكون في الدنيا كلها في العالم، هي العاب الخفه. ودي دائما واحده من الحاجات اللي بتخليك انك انت عايز تعرف عنها اكثر، نفسك تكتشف زلت عمل الحاجه دي كيف، فانت بتنبهر، بتبقى مخلوع، بتبقى مستغرب من كل حركه هو بيعملها. احنا سعيدين جدا لكم معنا واحد من الشباب الرائعين جدا في السودان، احمد الشرقاوي، وخلينا نقول الساحر احمد الشرقاوي. كيفك؟ صباح الخير. صباح النور. او اتفقت معك تحت الهواء؟ قلنا اي حشرات؟ لا، حيرات مخيفه لا، عشان فقره تكون عموم. ما اضمن لك الحشرات يا زلمه. احنا اتفقنا. طيب يا سيدي، انا عايزه نبدا طوالي بحاجه وانت باي. اوكي، طوالي حتتحول ولا اوكي؟ طيب هنبدا بحاجه طوالي وانت بده يعني اشرح لي انه انت بدم اوكي 200 بديت انه العاب الخفه. اوكي، انا قبل 4 سنوات تقريبا بديت العب الخفه على المديك. اوكي حلو. اوكي، تعرف كل شيء؟ اي سي صف اي حته، اقول لك في حته دايره بس. اوكي ستوب هنا. اوكي، اسحب الكلمه من غير ما اشوفه انا. اوكي، احفظي احفظي يا خلو في راسك. اوكي، حاول تدددوه كل مره كثير كثير كذا، كل ما اقول ولد هارت ولد هارت ولد هارت كذا. اوكي، ولد هارت ولد هارت كثير كذا. لا بدي اضل لايف. طيب اوكي اوكي، اي اي تمسك الواد زر. اها، وقع له. اوكي، وري الجمهور توقيع واضح. طيب اوكي. اها، في كرت زي غيره؟ عارف الكرت في العالم زاد نفس توقيعك ده صح؟ اي. طيب حتمسك الكرت كده شكو بسنونك. شكو بسنونك. اوكي اوكي. طيب انا حكي لي كده مثلا عندي كم؟ 4 اسود حكي عليها برضو اوقع عليها. مثلا اوكي طيب اوكي، معي كم؟ احمد. طيب نفس الطريقة. اها، انت موقع على كرد وانا موقع على كرد صح؟ ايوه. انت معك شنو؟ الولد ولد الهارت. أه، موقع له. اوكي اوكي، حصل شنو؟ ما اعرف حصل شنو. كرتك يتغير، بقى معي. انت بتستهبل، انت بتستهبل. شو كذا معك؟ لا حول. اوكي اوكي يا اخي، والله يعني بجد اوكي. بدي حاجه بسيطه يعني، لكن اوكي. طيب طيب اوكي. اها، نسوي حاجه ثانيه؟ نايس والله. اوكي، واحده ثانيه. لا خلهم بعيد. اوكي، اقول لك في حته ثانيه او اسحب اي كرت. ماشي، اسحب اي كرت من غير ما اشوفهم المره دي. اوكي، وريه لهم كلهم. واحد شوف هاي. هاي بنفس الطريقه وقع له. علي مو يعلم. خلاص؟ يعني انه ما اوكي. اكيد ما هتحتار يعني. لا لا، اكفل اكفل على كده من غير ما اشوف انا. اوكي. عايز تحط كده كده. حط كرتك، حط كرتك. اوكي، كرتك. اي اوكي، سمعتها يدك. سوري. طيب كم في المية بدي اطلع كرتك؟ كم في المية بدي اطلع كرت؟ انت ما شفته وما اعرف انا كتبت شنو؟ كل التفاصيل دي ولا 0% اصلا؟ طيب حريك كرتك تهدى؟ لا. طيب الفوق؟ لا. لا تحدى الفوق صح؟ طيب اكيد كمان الدنيا فاضية. اوكي دقايق. دي فاضية صح؟ عيننا طبعا يعني. كرتك بيت وغير. بتستهبل. دي علامة. اوكي. اها. لسه على قصف؟ اي لا لا، خذ راحتك شديد يا لو.
تبقى عايزه تكنيك التليفون ده يطلع له كيف بدك. اتفقنا قبل ما في حشرات صح؟ ما في حشرات ما في. كنت انا اوكي ما شكلك انت برضه قاعد تبالغ يعني الصراحه. لا طيب اوكي لكن معك السياسه بقول لك في حته ولاقي في حته. ستوب هنا كده طيب على الشعر الجريد ده. جريد واحد طيب احفظه. اوكي. الاثنين صح؟ طيب حاشيه الاثنين. اشرب منها شطه بسيطه. تجرمت على الشرطة بتاعتي ايش شفه بسيطة كده خلي مسكة كده احمد انا بخاف طبعا عشان والله لو رجعت هي وفي يدي انا هتشكل معك هي ما حطر بيها طيب المشكلة عادي عادي ركز معي كده قاعدة هنا او كده طب شرطة بيها افضل طيب رأيك شو ما قلت لك انه قاعدة في يدك لا لا طبعا شنو اللي انت جرمتها دي لا والله شوفه لا ما في تحت يدك كيف رفعت التلفون؟ يا اخي اقلب اقلب التلفون يا جماعه طلعيها برا تاكدي انها نفس الشرطه اخي يا اخي ما نفس الشرطه شو هي؟ اوكي وريها الشرطه اوكي استاذ هشام عشر دقايق تمت صح؟ دي 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 لسه ما اجي من الحشرات يعني ممكن اسوي حاجه بحشرات يعني والله اوكي ما انا ما اخذ راحتك انا ما عايزه احدك كده خلاص ما حنك مساحات بتاعك لكن اوكي اي حدا لا اوكي طيب والله العظيم ها طيب في الالعاب كيف بدات في حياتي اسمها الشغل والشركه هذا يعني طيب معلش يعني انت احمد دي 4 سنين صح؟ 4 سنوات وكل يعني انت ما شاء الله ما شاء الله عليك انا بجد شفتها كثير راس بتلعب العاب خفه وبتعمل حاجات مختلفه بس بجد ما شاء الله عليك يعني بتعمل بطريقه لذيذه بطريقه مختلفه حقيقي الواحد بيبقى مبهور يعني لكن ده برضو عايز ان انت لميته كيف يعني دي موهبه ولا انت شغف ولا الحصه شنو والله هي اصلا بدت شغف كده يعني زي زمان كنا بنتابع الحاوي وما الحاوي يعني فبديت بحاجه بسيطه كده فكنت بشوف رد الفعل بتاعت الشارع انا اصحابي دول فعجبتني حلو فحبيت اطور فيها وصلت بعدها وصلت فيها طورتها كيف يعني بنفسك ولا تعلمت تعليم ذاتي اول سنه كان براي كان يوتيوب اثر يوتيوب طوالي كده فمش خشيت الجامعه قابلت شباب برضه بيتعلموا فدوني دافع دوني دافع اكثر يا سلام يا اخي ظابط شريط وانت بتشتغل عروض وكده في بشتغل عروض طيب اكثر حاجه عروض الجامعات الانتاج يا سلام في كافيهات ما بشتغل عفوا احمد مساحتك انا ما عندي مشكله والله لسه انا بحب حاجه زي دي فاخذ راحتك مشكله وانت عايز تعمل اي حاجه ثاني حبيت اوريك انه في حاجه ثانيه في الماجيك يعني في حاجه اسمها الشافول وحاجه زي دي يعني اسمها شنو؟ شافول شركات ايوه اوكي انا حقوم اسالك سؤال انت شبه الموضوع ده بيتطلب تركيز صح؟ اكيد بيتطلب شوية تعليم، شنو المهارات اللي هي لازم تتوفر يعني الانسان لو حبه انه هو يبقى عايز يتعلم اول حاجة انت لك مهارات يعني اول حاجة الرغبة يعني اوكي اول حاجة يعني وثاني يعني يكون عندك يعني دي لازم الحركة تبعها الحركة دي ما بس لك انه والله وصلت لازم يكون في خفة جد تمام؟ لازم يكون يعني تدرب على في حركات لازم تتدرب على في الاول اوكي اي دي اساسيات احنا ممكن نكشف حاجة ولا الموضوع ده ما بيبقى كيف؟ والله ممكن طب يعني بس انا يعني لا دي ما حد يكشف يعني ما لكن انا لحد احنا توريين تحت الهواء صح؟ لانه لحد اللحظة يعني اوكي يعني قاعدة افكر الموضوع ده طيب انت ما تحاول تفكر حاول انجوي بس اوكي بس لكن برضه يعني ما لازم اشغل مخي كمان شويه يعني لو بالما بحد كلها بسيطه شيء لو اكتشفتيها حتحسي نفسك يعني اي لكن اوكي هنعرف واحد ما مشكله لا نشوف واحد دي تحت الهواء لازم توعدني يعني اوكي ما عندي طيب طيب احكي لك واحده اول حاجه اسويها بعدين اكشف لك طيب حاضر بس اصور كويس حتى اوكي ستوب هنا احفظ كده بوريس هذا المشاهدين كذا وروي من غير ما اشوف انا اوكي بس عارفه شفت يوم صعب اوكي خدت كتك هنا اوكي خدت الكرت خدت كتك هاي اوكي عارفه على اوكي مسكي كرتك اي 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 اوكي قاعد في نص الكوشين طيب عامل صباعك كده اوكي صباعك هيتحرك لما يجي كرتك يا اخي بدا هيتحرك كده الرادار كده لا يعني اي اي ده كده يا محمد معطوف اوكي طيب طيب ركز معي
اوكي ما عارف انه كرتك ده مره معنا يعني في 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 ركفه بسيطه في الحته دي كرتك الحين صايعو اوكي هذيك دي حركه بسيطه يعني. دي الحال انها بسيطه طبعا بسيطة اوكي طيب لا اللي انت بتعمل بجد ما شاء الله عليك يعني حقيقه حاجه بسيطه طيب يعني بمشي اقول لك وقفين بعيده طيب اي حد وقفين تحفظ الكريد ده يعني غير ماشي وانا طبعا يعني طيب ماشي الدين هاي اصلا انت تحفظ ديز دايركشن اقول لك احفظ الكريد ده اكون حفظت الشاي كرت التحديد وتذكرت هنا اوكي حكي على طوال اكون انا عارف الاوريدي الشايب وكده قبل يعني اللي هو الشايب كرت بعد طوال يكون العشره دي مقدك دار مز دايركشن ودي يعني. عندها علاقه بانه نظام زي فكره بتاعت اللعب بي خليك تركز في اصبعك اوكي دي انا احفظها تضرب افتحها بس ده تدرب على اسبوعين ثلاثه كنت تقدر لا مو مشكله خلاص احنا مع بعض يعني الموضوع ده اوكي طب ده حاجه جدا جميله طب يعني انت بتعمل في حارك بيجو تري انه انت استمتعي من غير ما تبدي تفكري وكده يمكن دي واحده من الحالات اللي هي العاب الخفه بتوصلها للانسان صح. يعني انت بتكون اوكي انت ذاتك بتكون مستمتع انه يا سلام الناس مقلوعه ومبسوطه بالضبط يعني انا بديت بالطريقه دي يعني شفت الناس مبسوطه فقلت احاول ابسطهم جدا يا سلام يا سلام فكرت انك تشتغل حاجه جماهيريه ممكن تكون يعني على عرض كده كامل عرض مثلا ستيك كبير كده مثلا والله ويكون في مثلا برضه الجمهور هو بيساعد معك قوي يعني يكون في الحاله دي من غير لا اشتغلت عروض زي دي كبيره زي دي في كسل تقريبا يا سلام اشتغلت كثير يا سلام اشتغلت هنا في الجامعات كمان ستيك كبير فهسه انا بفكر اني اعمل عرض شو كامل ساعتين ثلاث ساعات ماجيك كل يا سلام يا سلام الله يوفقك يا احمد وان شاء الله دائما نشوفك لقدام متميز ومختلف في كل حاجه انت بتعملها وتمام في حاجات هتبقى خلاص هي حقه احمد شرقاوي يعني انت لو عملتش من سبعه وزمتها ما حد يقدر تعمل زي ما بيعمل احمد فربنا يوفقك وان شاء الله تكون عايش باختلاف وكمان تميز وانا صراحه استمتعت واتبسطت جدا 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 بكل حاجه انت قدمتها بهديك مساحه اخيره لو عايز تدي رساله او وصيه او لو حابب انه تعمل حاجه اخيره ما مشكله كلها مساحتك اختار انت والله حاقول حاجتين بس يعني فاول حاجه اتمنى انكم تتابعون في انستغرام تمام ثاني حاجه يعني باسم احمد شرقاوي ايه شرقاوي تمام اوكي شرقاوي ثاني حاجه ليك انت يعني بعدين لما نطلع ما تقول لي حول لي قروش ولا حاجه دي انا ما دولارات ولا حاجه دي الورقه جايه مجهزه على فكره يا صح الحركه دي كيف بتحصل يعني احنا في ورق ابيض بتحول قروش هاي في انا ذات بسويها لا ما مشكله تفضل يا جماعه دي الورقه لا لا ما هسه لا تاخذها امشي اطلع ممكن يا محمد معتصم هيكون قاعد في الكنترول شيل الورق ابيض كثير جدا ما مشكله خليه معك احمد انا الصراحه بجد استمتعت واتبسطت جدا وان شاء الله رب دايما موفق ونشوف زي ما انت قلت نشوف عرض متكامل اكثر من ثلاثة ساعات وفي سير كبير جدا وخلينا نقول اللي انت يعني ما بس انت كوشيرا كده انت كان بتعمل العاب ثانيه هي مختلفه والمره الجايه سامح لك ما مشكله عايز تجيب حاجه انا زي حيوانات اخذ راحتك شديد ما في مشكله خلاص شكرا لك احمد وسعيد بك جدا ان شاء الله دايما موفق وتقدر تحقق كل امانيك اللي انت بتطمح انك انت تحققها احنا اكيد مستمرين معاكم في حلقتنا اليوم من صباحاتنا وصباحاتكم السودانيه لكن هنطلع مع بعض فاصل قصير ومن بعده نواصل حلقتنا لليوم